أنا ثم منطلقات أولاً يلزم نفكر سياسياً. السياسة ما هي الساعة قبل كل شيء، باش لأن لازم نفرق بين ما هو سياسي وبين رغباتنا إحنا وبين إيديولوجياتنا وإلى غير ذلك. السياسة هي أنك تعطي في وضع معين، في واقع معين، اللي هو هذا الواقع أنك أنت تقيمه مش يكون سيء أو جيد، وأن بهذا الواقع بواسطة الآليات الموجودة في الواقع تعمل على تغييره لما هو أحسن. يعني هذا هو هذاك. علاش أنا ما نقولش أن السياسة هي فن الممكن، بل أن نقول السياسة هي فن تغيير الممكن، فن تغيير الممكن في الاتجاه اللي يتقدم بالمعناتها بالبلاد. من المنطلقات هذه وقت اللي نخليه الايديولوجيات والرغبات الشخصية والطموحات والطمع وإلى غير ذلك، نوليه نقفوا على وضعية البلاد اليوم. يعني هذا أول شيء. وضعية البلاد يعني وصلت في جميع المستويات على جميع الأصعدة معناتها إلى وضع متدهور كارثي يعني غير مسبوق. ما عرفتوش البلاد من 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 العهد الحسيني وانت جاي. يعني على جميع الأصعدة الخمس سنوات هذه اللي وقع فيها قيس سعيد، يعني كل المؤشرات الاقتصادية، الاجتماعية، المؤسسية، الحريات، القيم، الثقافة، الرياضة، كل شيء هي شافت نوع من التدهور الكبير. وهذا يعني ما قلوش أنا، يعني قالوه حتى المجتمع المدني. أنا أتذكر أنا يقظ مثلا عملت هذا سعيد متر، وظهرت اللي يعني 74% من الوعود اللي قالها قيس سعيد، 74% عمل العكسها، عمل العكسها، وتقريبا 20% ما نفذهاش، والنزر الصغير نفذه تقريبا نسبة 8%. هذا على مستوى اللي قلته أنا يقظ. كذلك على مستوى المعهد الوطني للإحصاء، وبين أن البطالة ارتفعت، الأسعار، التضخم زاد، التداول الخارجي زاد. احنا كنا في عام 2019 الدين التداول متاعنا هو 47 مليار دولار، يعني تقريبا 55% من ميزانية الدولة. اليوم أصبح 84 مليار دولار، يعني ونسبة النمو يعني 0.4 لسنة 2023، واللي قبلها كانت معناتها في هيك المستويات. كل هذه الأوضاع يعني معناتها تؤشر إلى أن إمكانية النهوض معناتها معدومة، بل بالعكس أن عمال أن وقت اللي نزيدوا معناتها نتمعنوا في الوضع القومة تمش أفق، إلا الأفق الذي بشر به قيس سعيد. أرنجين هنا قيس سعيد ماذا فعل؟ هو فكك مؤسسات الدولة. يعني المؤسسات انتم عندكم مثلا المحكمة الدستورية مثلا، يعني للآن ما عملهاش. تذكروا وقت اللي في عام 2020 ولا 2021 يحكي على، وتذكروا على قصة ساعي البريد يا صاحب البريد ولا غير ذلك. يعني هذه وقتها كانت المحكمة الدستورية كانت منتخبة وفيها مش تدخل فيها ديكوتا متاع الأحزاب ومتاع البرلمان ومتاع. اليوم المحكمة الدستورية في دستوره يعني هي معناتها سهل تعيينها، ما فيها حتى إشكال، باعتبره يعينهم معناتها ثلاثة قضاة وثلاثة يعينهم هما، وزوز يتعينوا من طرف الهيئات، يعني سهلة برشا، ما تحتاج أي شيء. ورغم ذلك أنا المرة اللي فاتت عملت تدوينة لماذا قيس سعيد اليوم عملش المحكمة الدستورية. وانتم تصوروا لو كان مثلا والأعمار بيد الله، يعني تصوروا كقيس سعيد معناته يموت توا، يعني شكون مش ياخذ السلطة حسب الدستور اللي عمله؟ اللي ياخذ السلطة هو رئيس المحكمة الدستورية لمدة 90 يوم. هذا ما ثماش، يعني ثم إشكال كبير. هذا المؤسسة الدولة عمل لها دستور 2014 وعمل دستور جديد على مقاسه. هالدستور هذا مش قاعد يحترم فيه، عمل الانتخابات على مقاسه، عمل البرلمان على مقاسه، كل شيء على مقاسه، ويحكي على أنه المسألة بتاع التحرير الوطني وأنه ما يسلمش السلطة وإلى غير ذلك.
بحيث أن الوضع في تونس اليوم هو وضع حقيقة يهدد كينونة المجتمع وكيان الدولة. هذا معناتها الناس الكل معناتها تقريبا متفقين فيه، وحتى للناس اللي يقولوا العكس نقول معطيونا إنجاز وحيد قام به قيس سعيد، يحكي على ثلاثة محاور متاع حكمه، هو الصلح الجزائي وقال على 135 مليار و 635 ألف مليار وما شنو، يعني طلعت الحكاية فشوش معناتها ما جاب شيء. الشركات الأهلية تشوفوا شنو وضعيتها، معناتها كل ما عنده كل شيء يفشل فيه. نعم. وهو أنا في تقديري شخص كهذا غير قادر معناتها من حيث مؤهلاته وقدراته على أنه يستطيع أن يقوم ويحسن أوضاع البلاد. هذا تحملناه، وإحنا الناس حتى اللي كانت عندها شوية أمل في قيس سعيد، وحتى كي قام بالانقلاب ما قالتش انقلاب، وإلى غير ذلك اليوم بعد 3 سنين اللي من 25 جويلية 2021 إلى اليوم، يعني أصبح الواضحات من الفاضحات، يعني قيس سعيد ظهر أنه حقيقة هو المسؤول عن تدمير الدولة وعن كل الوضع الكارثي اللي احنا فيه. نعم. إذن السؤال هو كيفية التخلص من قيس سعيد. ثم طبيعي ثم طريقة، هو الثورة والشعبية والانتفاضة وإلى غير ذلك، هذا هو الحل يمكن اللي يجي على البال الأول. لكن آلياته وإمكانياته والوضع في تونس وفي الإقليم وفي العالم والتراث متاع الثورة التونسية والعشرية اللي فاتت وما فيها أخطاء وترذيل الطبقة السياسية، حسينه ما فماش مؤشرات عملية تدل على إمكانية الانتفاضة أو الثورة على قيس سعيد والتخلص منه، لا سيما أن هكذا عمل يعني يمكن يطلب وقت كثير، لكن احنا نعرف أن كل يوم زايد يقعد فيه قيس سعيد فأنه يزيد يفكك المجتمع ويدمر الدولة. لذلك جاءت هذه الفرصة متاع الانتخابات. الفرصة متاع الانتخابات، الانتخابات ما هي؟ هي تداول السلم على السلطة، والناس الإرادة الشعب تجي تعبر على شكون باش تعطيه معناتها السلطة لمدة زمنية محددة. الانتخابات هذه وهذه معلومة ثابتة أن قيس سعيد ما حبش يعمل الانتخابات، هو تهرب من الانتخابات، لأن في القانون وفي العلوم السياسية لما هو ألغى دستور 2014 وعمل دستور في 2021 كان يجب عليه عملية أن يعمل انتخابات رئاسية ويؤدي اليمين على دستوره باش يكون شرعي، لكنه لم يفعل. وطبعا لم يفعل لأنه فعلا لأنه غاصب للسلطة، وهو من 25 جويلية 2021 ولما ألغى الدستور 2014 هو أصبح غاصبا للسلطة، وكانت له فرصة أنه يعمل نوع من الشرعية الشكلية وقت اللي عمل الاستفتاء على الدستور وعمل دستوره، على الأقل يعمل انتخابات رئاسية تبقى دستوره ويؤدي اليمين على الدستور، لكنه لا عمل انتخابات رئاسية ولا عمل دستوره. أكثر من ذلك، وهذا كل باش ندلل على فكرة أنه قيس سعيد أكره وفرضت عليه هذه الانتخابات. نحب نزيد نقطة أخرى، نحن نتذكر وقت اللي عمل لك اللجنة اللي فيها صادق بالعيد ومين محفوظ وبودربالة وزهير البغزاوي والرحوي وإلى غير ذلك، هذيك اللي سماوها لجنة الدستور، عملت مشروع دستور في الفصل 148 يقول أن رئيس الجمهورية معناتها مش يعمل انتخابات رئاسية في معناتها الأسبوع الأخير من أفريل 2023، يعني باش يعمل الانتخابات الرئاسية. لكن تعرفوا هالدستور هذا كل قيس سعيد رماه في القمامة ومش عمل دستوره وحده، في دستوره ما ذكرش وقتاش باش يعمل الانتخابات الرئاسية، لأن من الأصول المعروفة والمتفق عليه انك تعمل دستور جديد يزمك تعمل انتخابات فيما بعده. إذن باش تشد قيس سعيد تشد بدستور 2014 بالعهدة متاعه متاع الدستور 2014، يعني 23 أكتوبر 2019 وقع انتخابه، هو إذن فرض عليه أنه
ال5 سنين هذه تنتهي في 23 اكتوبر 2024، وبالتالي يلزمه يعمل انتخابات. نعم. إذن الانتخابات اضطر قيس سعيد لها. هو تردد في الأول وتصور إلا في آخر لحظة، والمعلومات تدل على أن قوة داخلية من أزيزة الدولة الصلبة وكذلك قوة خارجية فرضت عليه هذاك، علاش تردد وحاول يتمرس لكن فرضت عليه. به هذه الانتخابات هذه اللي جاها بقيس سعيد، إذن هو افتح الباب، افتح نافذة بالنوافذ. وجاش عمل يعني حقيقة عمل كل الوسائل باش يحب هالانتخابات تمشي على مقاسه. عمل هيئة انتخابات يتحكم فيها، عمل قانون انتخابي يخالف الدستور متاعه ويخالف القانون الانتخابي القديم، وعملوا هذا بمرسوم. الهيئة متاع الانتخابات عملت قرار ترتيبي ما أنزل الله به من سلطات، يعني لكل هذا في سبيل أنه في الأخير يحب يعمل الانتخابات في الدورة الأولى يطلع فيها. وذاك علاش حتى في دعوته للناخبين عمل دورة أولى برك، معناتها ما عملش دورة ثانية. نعم. علاش عول؟ عول قيس سعيد بما أن بيثي هذه الإجراءات، يقول لك كيف ما قاطعوا قبل هذو مش يقاطعوا تو، خاصة مش نزيد نسكر عليهم، ما ثمش تشجيع، مش نسكر عليهم كل شيء، وبالتالي مش يضطر فكرة المقاطعة. وبالتالي ما فماش مقاطعة، وقت اللي ثم مقاطعة أنا ب10% حتى اللي صوتت للمجلس الأقاليم والمجلس نواب الشعب المسخ هذا أنا يتعدى بها، يتعدى بها لأن ما هم اللي حشوا به. وفي هذا الفخ وقعت بعض التنظيمات السياسية وخاصة حمى الهمامي والحزب متاعه. حمى الهمامي تقعد 3 شهور يعني من وقت قال على الانتخابات خرج بيان ولتو يحكي على المقاطعة، والمقاطعة قال شنو معناتها، تو نرجعوا لشي الأسباب والمسببات اللي هي كلها ما هيش أشياء سياسية وما هيش أشياء واقعية، بل بالعكس. إذا لاش قلنا كسياسيين اليوم؟ احنا أول الانتخابات هذه ما جاي على أساس دستور 2022 بتاع قيس سعيد، هي على الدستور اللي تمسكوا به جميعا هو دستور 2014. ثاني حاجة أن قيس سعيد عمل كل شيء في سبيل دفعا نحو المقاطعة. إذن والمقاطعة هذه تؤدي إلى واحد، إذن أول شيء يلزم إذن الشعب هذا نجيبوه باش يقول كلمته على قيس سعيد، وبالتالي يلزم نشاركه في الانتخابات ونقاطعوهاش خلافا لما كان يراد لنا بذلك. ما نقاطعوش الانتخابات ونعبئ الشعب ونحشد الجماهير والمصوتين يوم الاقتراع للتصويت عقابيا، والتصويت معناتها ضد قيس سعيد، باش نعملوا صد منيع بالصندوق على تجديد العهده بتاعه. نعم. هذا علاش الموقف النظري يقوم على هذا الاساس، يعني بطريقه اخرى عندنا فرصه لانقاذ البلاد، عندنا فرصة لتغيير الأوضاع في الاتجاه الصحيح بالمشاركة في الانتخابات والتصويت، مش المشاركة كيفما يتفق، أما المشاركة يكون عندها هدف واضح هو سد المنافذ على قيس سعيد باش يطلع في عهدة ثانية مهما كان الأمر. طبعا إذا كان هالتصويت هذا مش يؤدي لهذه النتيجة، نقول لك وقتها يمكن ما قاطعوا انتهى الموضوع. إذا ولات عملية احنا قادرين عليها، نخرجوا من السلبية، نجيبوا الشعب ونعبيوه من بإقناعه بإمكانية التغيير بواسطة صندوق الاختراع. ولذا كان وقع تلاعب ولا وقع معناتها منع الشعب من أنه يعبر إرادته بأي شكل من الأشكال إلى غير ذلك، فإننا نكون قد هيأنا الشعب اللي كان خارج اللعبة السياسية وخارج المسألة الانتخابية، عبئنا الشعب اليوم الغد لما يقع التلاعب بالصندوق ولا يقع التلاعب بالانتخابات لتعبئته للتغيير بالأشكال النضالية الأخرى. يعني في جميع الحالات فإن احنا استدعانا للشعب وأخراجه من السلبية لمدة 3 سنوات هذه
وارجاعه الى الحلبة السياسية باقناعه بانه في امكانه انه يغير هذا الوضع عن طريق التصويت ضد قيس سعيد. وفي صورة ما اذا قام قيس سعيد ضد ارادة هذا الشعب، لان ثم احتمالات عديدة تنحكيه فيها، يعني ثم الاحتمال الاول نقولها من تو، ثم الاحتمال الاول ان غدوة يخسر ما يسلمش السلطة، ثم امكانية ان الهيئة الانتخابية هذه عند الفصل 143 بالقانون المرسوم اللي عمله قيس سعيد امكانية انها تنحي اي منافس قيس سعيد مجموعة من الاصوات، مجموعة من الاصوات بحجة ان ثم معناتها مخالفات انتخابية إلى غير ذلك، وهذه نقطة أخرى نرجع لها. في صورة ما إذا وجود هذا التلاعب فإن الشعب يكون جاهز للعمل الجماهيري النضالي والعمل الميداني وأسقاط قيس سعيد بالانتصار للصندوق. هذه هي تقريبا الإطار العام تاع الموقف.